تدعو هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المتقدمين الإلكترونيا للشمول براتب المعين المتفرغ من خلال منصة أور الإلكترونية إلى مراجعة مقر الهيئة في بغداد لغرض إجراء الفحص الطبي يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023 بحضور المعين والمعاق معا وفق قوائم الأسماء المبينة أدناها، وسيتم الإعلان تباعا عن أسماء المحالين للجان الطبية لجميع المتقدمين من بغداد راجين الالتزام المواعيد المحددة والأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الآتية لضمان إكمال معاملاتهم بانسيابية عالية. أولا، حضور المعاق والمعين معا. ثانيا، جلب جميع المستمسكات الثبوتية. ثالثا، مراجعة اللجان الطبية في مقر الهيئة أو قاعة المركز العراقي الكوري الكائن في الوزيرية ضمن مجمع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. انتهى الخبر. تحياتي الإعلامي علي الدلوي. تدعو هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المتقدمين الإلكترونيا للشمول براتب المعين المتفرغ من خلال منصة أور الإلكترونية إلى مراجعة مقر الهيئة في بغداد لغرض إجراء الفحص الطبي يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023 بحضور المعين والمعاق معا وفق قوائم الأسماء المبينة أدناها، وسيتم الإعلان تباعا عن أسماء المحالين للجان الطبية لجميع المتقدمين من بغداد راجين الالتزام المواعيد المحددة والأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الآتية لضمان إكمال معاملاتهم بانسيابية عالية. أولا، حضور المعاق والمعين معا. ثانيا، جلب جميع المستمسكات الثبوتية. ثالثا، مراجعة اللجان الطبية في مقر الهيئة أو قاعة المركز العراقي الكوري الكائن في الوزيرية ضمن مجمع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. انتهى الخبر. تحياتي الإعلامي علي الدلوي.